اهلا وسهلا ام احمد، انت معنا على الهوا. اهلا يا قسيس، وبرحب بالقسيس اللي مع حضرتك. كل سنه وانتم طيبين. وانت المسيح طيبه؟ قام، حقا قام. حقا هللويا قام، امين هللويا. ربنا يباركك ام بشكر احمد. ربنا، بشكر ربنا ان احنا عرفنا نور المسيح. بشكر ربنا ان احنا من كل قلوبنا امنا بالقيامه، لان بدون قيامه مفيش رجاء. المسيح اعطانا رجاء انه اقام نفسه من الاموات زي ما هو قال. لما التلاميذ كانوا في العليه عندهم ياس وخيبه امل، ذاقوا فرحه القيامه. لما قام المسيح من بين الاموات، هللويا، بقى يتنططوا فرح. انا بشعر الان بالفرح ده، انا عايشه الان الفرح ده. المسيح اقامني من كل خطيه ومن كل ظلمه انا كنت فيها. انا عايشه القيامه يوميا. اشكره من كل قلبي، المسيح الحي الاله الواحد نور حياتي. شكرا يا رب. وهو قال ان هو هيدينا قوه القيامه بقوه الروح القدس، لما قال: وان كان روح الذي اقام يسوع من الاموات ساكنا فيكم، فالذي اقام المسيح من الاموات سيحيي اجسادكم المائته ايضا هللويا الساكن فيكم. آمين. هللويا. من هنا ل 100 سنه قدام يا رب. شكرا شكرا يا رب. ازاي يا رب اشكرك؟ خدتني من الظلمه، من وادي ظل الموت، واديتنا قيامه يا رب. شكرا يا رب. هين علي أزغرت وأشكر وأهلل وأفرح وأتنطط. عرفت الإله الحقيقي لهذا الكون، الإله الحقيقي. مجدا للرب يا أم أحمد، شوقتيني. الإله 11 و14 هو إله حي واحد أحد. إدانا إقامة، إدانا رقاء، إدانا إقامة من كل موت ومن كل خطية. بس مش بس من الموت الجسدي هنقيم وهنبقى معاه بأجساد ممجدة، نو. إداني إقامة من كل خطية، من كل تجربة صعبة، إداني إقامة. هللويا. شكرا. أيمان. شكرا يا رب. أيمان. وأقامنا معه وأجلسنا معه في السماويات. شوقتيني أم أحمد، أسألك يعني شو اللي صار معك اللي خلى هذا الفرح كما ذكر القس جورج لا ينطق بفرح لا ينطق لا به ينطق ومجيد، شو اللي صار معاكي؟ اللي صار معي اني كنت في الظلمه وكنت مناقبه وكنت بعبده من كل قلبي، واصلي واقوم الليل بسوره البقره، واصلي واقوم الليل بلا رجاء. حتى افتقدني هو ولمسني وراني. شكرا. اراني نوره. شكرا. اراني نوره. هاليلويا هاليلويا. مجدا للرب، مجدا للرب. ام احمد، يعني ربنا يباركك عن جد، ربنا يباركك وربنا يحميك، ويا رب هذا الفرح هيك يعدي. أمين. ويملا كل اللي بيسمعك وكل أمين. اللي بيشاهدنا. أمين. يختبر هذا الفرح. احنا مش بنتكلم بنظريات ولا بنتكلم بمجرد يعني مجرد كلام، ولكن حقيقة كل من اختبر يسوع المسيح يستطيع أن يهلل ويستطيع أمين. أن يفرح، وصار في رجاء وصار في أمل. وانت اقتبست الآية اللي كنت عاوز اقتبسها، يحيي أجسادنا المائتة بروح أقامنا معه وأجلسنا معه هاللويا في السماويات. In Jesus. شكرا يا إما أحمد، شكرا كتير.